أثناء جولتنا في المعرض لاحظنا حضور معتبر لعالم تويوتا، ومن بين الموديلات المعروضة للبيع السيارة المشهورة تويوتا كامري، واللي عندها سمعة عالمية وتعتبر اسم قوي ومرعب في فئة السيدان لو سيغمون دي، وذلك بفضل ما تقدمه من أداء متوازن وتصميم أنيق. إصدار 2024 يرفع معايير الفخامة والتقنية، حيث يجمع بين أسلوب تصميم حديث وخطوط جذابة pour une présence remarquable sur les routes. كما يجي فيها خيارات متعددة للمحركات تشمل الهجينة والحرارية. محرك الحراري من هنا، وتأكيد البطارية والمحرك الكهربائي من الجهة الأخرى. بسعر 29,350 دولار.